متذكرين هذاك ابو سمره وهذاك البرميل وهذاك القزعه وهذاك الاحول وهذاك الهبيله؟ شايفين شو بعمل انا اليوم؟ بس بعطيكم امثله بسيطه عن شو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم هو المزح والمضايقات والتنمر. كلياتنا بنحب نمزح مع بعض سواء كنا بنات او شباب، يعني اي شله كثير فيها مزح، ضحك، تخويت، تعليقات، وهذا كله عادي لانه هاي المزحات والتعليقات بتخليكم تكونوا مبسوطين مع بعض، وانتم كلكم بهاي المزحات متقبلينها ومبسوطين فيها. المزحات العاديه هي البسيطه اللي بتخلينا نتعامل مع بعض ونتواصل بشكل مختلف. يعني مثلا بتذكر مره لبست بنطلون مع اصحابي ضلهم يمزحوا على الموضوع طول اليوم. مرات ثانيه كنت لما احط اغاني انا يضلهم ينتقدوا مثلا زوجي بالاغاني وانه ليش انا هيك بعمل. انا مبسوط في الموضوع وعادي، بس حتى هاي المزحات اللي انا شفتها بسيطه ممكن حدا ثاني ما يشوفها بسيطه وتاثر عليه وما تعجبه. اذا انتبهنا او حسينا انه اي تعليق ممكن يزعج الطرف الاخر او يضايقه، هون ببطل المزح ويفضل ان نتوقف عنه. شو هو الاشي اللي مش عادي؟ اللي مش عادي انه تكون الضرر اكبر بكثير من الفوائد وتكون المضايقه اكبر بكثير من الاستمتاع، خصوصا في مرحله المراهقه، لانه هاي المرحله كلنا بنكون فيها اكثر حساسيه. يعني اذا انت مستلمه وحده معك بالصف وكل يوم تتخوتي عليها مرارا وتكرارا، او اذا انت في واحد كنت مزح معاه وضل يحكي لك انه انا منزعج وانا متضايق من مزحك ومع هيك استمريت في مضايقته وازعاجه، هذا كله مش عادي. في ناس يمكن ما يقدروا يميزوا انكم عم تمزحوا معهم، فممكن يتصرفوا تصرفات تزيد حده النقاش، وممكن عن جد تخسروا اصدقاء وصديقات لكم عشان ما فهمتوا انهم ما بيتحملوا هذا النوع من المزح. إذا أنتم من الناس اللي مش عارفين هل أصدقائكم بيمزحوا معكم أو لا، ببساطة بتقدروا تعرفوا بأنكم تسألوا حالكم عدة أسئلة. أولها، هل هدول أصدقائنا وقريبين منا؟ هل إحنا موافقين على هاي العملية كلها؟ طيب هل لو إحنا بدنا نمزح معهم نفس المزحات راح يتقبلوها؟ هل بنقدر نروح ونحكي لهم إنه إحنا منزعجين من هاي المزحات وبدنا إياها تتوقف؟ إذا كان جوابكم لا أو ما بنعرف على هاي الأسئلة، فتأكدوا إنه هاي مزحات سلبية ولازم تتوقف. المضايقات مش بس بتكون كلامية، ممكن تكون جسدية، يعني حدا دفشكم، حدا لمسكم بأي طريقة مزعجة ومش مزح، هاي تعتبر مضايقة. وكل أنواع المضايقات إن كانت كلامية أو جسدية إذا تكررت مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا يسمى التنمر. التنمر هو شكل من أشكال العنف، وهو إساءة بيقوم فيها الشخص المتنمر على إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والاجتماعي على المتنمر عليه. المتنمر عليه ممكن يكون فرد أو مجموعة، وعادة بيشعر بعدم قدرته على منع ووقف هذا التنمر تجاهه. المتنمرين بيستمروا بمهاجمة نقاط مختلفة في ضحاياهم لدرجة بتوصل الضحية لشعور سيء، خوف وقلق وتوتر وعدم وجود أمان، خصوصا إذا كل التعليقات اللي عم ياخذوها على أشياء هم ما بيقدروا يغيروها ومش مسؤولين عنها. احنا والمتنمرين وكل حدا عارف انهم مش عم يمزحوا، هم بيكونوا بيحاولوا يحرجوا الطرف الاخر ويفردوا عضلاتهم عليه، يعني بيحاولوا يسيطروا على اي حدا عشان يظهروا بمنظر القوي امام الناس. التنمر هذا ممكن يصير على ارض الواقع وجها لوجه، وبرضه ممكن يصير في الواقع الافتراضي عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. أول أنواع التنمر هو التنمر اللفظي، وبداية نحكي عن الألقاب والتسميات اللي بتطلقها الآخرين، يا أحول، يا دبة، يوم أربع عيون، يا أبو شعر فلافل، يا فاشل. أو أنك تتهكم على الناس، مثل أنك تتخوت على ضحكة وحدة، آه شوف كيف ضحكتها زي سيارة الإسعاف، آه شوف كيف برمش زي فلاشر السيارة، والله تشوفوا كيف راسه زي البطيخة. أو أنك تروح تهدد وتخوف حدا، هذا برضه تنمر لفظي، لاقيني على الترويحة، والله لأورجيك، إذا ما غششني بالامتحان والله لأكسر راسك. أو لما تروح وتسأل حدا أسئلة خارج عن إرادته، يعني والله لما تروح تسأل وحدة ليش رجلك كبيرة، شو تسوي تقصرها؟ تروح على شاب تقول ليش انت قصير، يعني شو يعمل يطول؟ اذا حدا صار له بيحاول ينحف سنوات طويله وتيجي تحكي له ليش مش عم تنحف، يعني خلص الاسئله اللي خارج عن اراده الشخص لا تسالوها. وتذكروا انه كل انواع المزحات العنصريه حتى بين الاصحاب، مثل على البشره شوف لك هالاسمر، او على الجنسيه شوف لك هالهندي، او على الدين هذا مسلم ولا هذا مسيحي، هاي كلها تندرج تحت انواع العنصريه والتنمر. اما بالنسبه للتنمر الجسدي ففي كثير عليه امثله، يعني انت ماشي وطرقت صاحبك كف على رقبته او عرقلته او دزيته او ضلتك تحط له رجل او اذيته باي شكل جسدي، رحت ربطت رباط بوته بالدرج عشان يوقع. والبنات انت اذا رحتي وحطيتي علكه بشعر صاحبتك او خربشتي على شنطتها او عملتي لها اي اذى جسدي، كل هاي الامثله تندرج تحت التنمر الجسدي. وفي عندنا كمان التنمر الاجتماعي اللي بيكون فيه صفة السرية، يعني اللي بيتم التنمر عليه ما بيكون عارف بشكل مباشر انه هذا الموضوع عم بيتم. بيكون هدف التنمر هون انك تأذي الشخص وتذله وتشوه سمعته، مثلا انك تروح تطلع اشاعات عشان تشوه سمعة شخص معين، هذا يعتبر تنمر. او بعد ما يدير وجهه ووجهها تعمل حركات بوجهك او ايماءات عشان تتخوف عليه، او انك تحكي نكتة هدفها انك تذل وتحتقر من شخص او فئة معينة، او انك تقلد شخص بطريقة معينة، يعني تروح تقلد مشيته، حكيه او اللهجة اللي بيحكي فيها.
أو إنكم تعملوا مجموعة أو نشاط معين وتستثنوا منها شخص معين بحد ذاته عشان تكسروا وتذلوا نفسيا. هاي كلها أمثلة على التنمر الاجتماعي. وتخيلوا إنه في كمان نوع من أنواع التنمر اسمه التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني هو شكل من أشكال الإساءة المتعمدة والمتكررة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والهواتف الذكية. بيهدف فيه المتنمر إلحاق الضرر بالآخرين من خلال استخدام وسائل التواصل وابتزازهم نفسياً وعاطفياً، وقد يكون مادياً. السكرين شوت أو لقطة الشاشة اللي ممكن تعملها لمحادثة بينك وبين شخص آخر ممكن تعتبر تنمر إلكتروني. إنك تحاول تستخدم كلمة السر أو معلومات التسجيل الخاصة بأي شخص آخر عشان تدخل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تعتبر تنمر إلكتروني. التنمر الإلكتروني مش إشي سهل وبسيط أبدا، ممكن المتنمر عليه والضحية يوصل لمرحلة من الاكتئاب الشديد وحتى أفكار الانتحار. ببساطة، في أولاد وبنات عندهم صعوبة في تشكيل علاقات، يعني بيكون خايف كثير إنه أصدقائه يتخلوا عنه، فبيضطر إنه يتحمل جميع أنواع الإساءة مقابل إنه يضل ضمن هاي المجموعة وما يتم التخلي عنه. إذا كنتوا عم تتعرضوا للتنمر فلازم تعرفوا إنكم مش على خطأ أبداً، ولكن لازم تتصرفوا وتنهوا هذا الموضوع. كيف؟ عن طريق إنكم تتكلموا مع شخص بالغ وموثوق فيه. مين يعني؟ ممكن يكون حدا من أهلك أو حدا من المعلمين أو المعلمات، واحكي لهم عن كل إشي بقلبكم. كلامكم معهم رح يطلع كثير من الأشياء اللي كابتينها والمتراكمة جوا. ومش بس أنتوا اللي بتحتاجوا مساعدة، كمان المتنمرين بيحتاجوا مساعدة. بيحتاجوا إنه الكبار يحكوا معهم ويشرحوا لهم شو الخطأ وشو الإشي اللي بيعملوه عشان ينقذوهم منه. أوعكم المتنمرين يستفزوكوا، حاولوا تبعدوا عنهم وتختصروهم قدر الإمكان، لأنهم هم ببساطة عم بيحاولوا يستفزوك، فإذا تم استفزازك رح يستغلوا هاي النقطة ويفرضوا عضلاتهم عليكم. امشوا بثقة رافعين راسكم وخليهم يعرفوا انكم انتم مش خايفين منهم، وديروا بالكم وتجنبوا قدر المستطاع تدخلوا بأي اشتباك جسدي، لأنه المشاكل والضرب والخناقات والطوش ما رح تؤدي إلى تفاقم المشكلة وممكن تدخلوا في مشاكل أكبر وأكبر. ما بدنا تعرضوا حالكم لأي خطر بس عشان ما لقيتوا مين يسمعكم ويساعدكم بحل المشكلة بدون هذا الأذى الجسدي. تدربوا على انكم تسيطروا على مشاعركم وعلى الغضب تبعكم بأي طريقة ثانية إلا الاشتباك الجسدي، يعني حاولوا تكتبوا الأشياء اللي بتعصبكم واللي بتخليكم غضبانين على ورقة ومزعوها وارموها، أو ممكن تروحوا وتحاولوا تعكسوا التصرف وتحكوا معاهم مع المتنمرين وتحاولوا تحلوا المشكلة. احكوا معهم، اشرحوا لهم. في ناس متنمرين بيكونوا بيتنمروا ما بيعرفوا الحجم الحقيقي للأذى اللي عم بيسببوه. مجرد ما انكم رحتوا وحكيتوا معهم وشرحتوا لهم شو الأذى اللي عم يتسبب ممكن يساعد وممكن يتوقفوا. وما تضلوا لحالكم، خصوصا إذا كان سلوك المتنمرين مستمر ومتواصل. لاقوا أصدقائكم الحقيقيين وخليكم قراب منهم عشان تحسوا انكم انتوا بأمان. إذا شفتوا حدا بتعرض للتنمر ما تستقلوا ابدا بالشيء اللي ممكن تقدموه، ممكن مساعدتكم للشخص اللي بتعرض للتنمر تنهي معاناته وتوقف التنمر. وتذكروا انه الشكوى الرسميه هي الخطوه التاليه اذا ما زبط كل الحلول الوديه. المضايقات والتنمر إشي شائع وممكن كثير تتعرضوا له خصوصا في فترة المراهقة. حاولوا تتعاملوا مع الموضوع بحكمة، فكروا، اطلبوا المساعدة، وتذكروا انه في نهاية كل ممر هناك نور وهناك أمل.